واحد من نجوم، بما انك لو كنت تابعت منتخب مصر طبعا في كاس العالم ايطاليا 90 يبقى اكيد تعرف جابرييل كالديرون، واحد من نجوم المنتخب الارجنتيني في البطوله، واحد من نجوم طبعا فريق بي اس جي. وبالمناسبه هو درب منتخب السعوديه، المنتخب الوحيد اللي قدر يكسب منتخب الارجنتين في كاس العالم، كان المدير الفني ليه في فتره من الفترات. هو ضيفنا في السادسه من خلال الفيديو كونفرنس نقابله، بس قبل ما نبدا معاه الكلام نرحب بيه ونشكره طبعا على وقته وعلى موافقته على المشاركه معنا في السادسه. اهلا وسهلا بيك على شاشه الاهلي. إنه لشرف كبير لي أن أكون معكم من الأرجنتين. أنا يمكن شايف بس في الباك جراوند، أنا فاكر كويس قوي إنه نسخة 90 النهائي الأرجنتين وألمانيا، كانت الأرجنتين ما بتلعبش بالزيت التقليدي الأبيض في اللبني، كانت بتلعب بالتيشيرت الزرقاء والشورت الأسود، وأنا بيتهيألي دي هي التيشيرت اللي موجودة معانا في الكادر أو موجودة معاك في الباك جراوند. نعم، كما ترى هذا هو المونديال الشباب في طوكيو، هذا وهذا القميص الخاص بمونديال 82 في إسبانيا، والأخير الخاص بمونديال 90 في إيطاليا. مبروك طبعا، لازم أبتدي معاك وأبارك لك على تتويج الأرجنتين ببطولة كأس العالم الأخيرة، وأعتقد أنه ما زالت ردود الأفعال في العالم كله يعني انا حسيت بتعاطف كبير جدا. طبعا الناس اللي بتحب المنتخب الارجنتيني بتحب كره التانجو، وكمان الجمهور اللي كان متعاطف وكان نفسه ان ليو ميسي يفوز ببطوله كاس العالم قبل ما يودع الملاعب. شفت البطوله ازاي وشفت تتويج الارجنتين ازاي في البطوله دي؟ لقد عشت الحدث كما عاشه جميع الأرجنتينيين بسعادة كبيرة بفهمنا لكرة القدم. المباراة الأولى أمام السعودية لم تكن بمستوى المنتخب الأرجنتيني، ولهذا أعتقد أن المونديال هذا كان ممتازا بالنسبة لجميع الأرجنتينيين. هتكلم معاك عن منتخب الأرجنتين، هتكلم معاك عن منتخب السعودية بما أنك أنت قدت الفريق في فترة من الفترات، والحقيقة يمكن المنتخب السعودي ظهر بشكل مميز جدا في النسخة دي من كأس العالم. بالمناسبة أنت كنت واحد من نجوم بي اس جي، يهمني أسألك يعني، وكان يمكن من الواضح أن في توتر في العلاقات ما بين فرنسا وبين الارجنتين بعد النهائي اللي جمعهم في بطوله كاس العالم، ازاي بتشوف مستقبل اللاعبين اللي بيلعبوا في فرنسا واولهم طبعا ليو ميسي؟ هل تتوقع انه يستمر في وجوده في البي اس جي، ولا من الافضل ليه انه يعني يروح لمحطه او مرحله ثانيه في مشواره؟ أعتقد أنه لا يوجد توتر أكثر، التوتر كان في الصحافة فقط. الأرجنتين فازت باستحقاق بكأس العالم، أعتقد أن الأمر ساذج، نتحدث فقط عن كرة القدم. الأرجنتين فازت باستحقاق، إذا كان ميسي سعيد في باريس سان جيرمان فسيكمل مسيرته في الفريق. فرنسا ستكون سعيدة ليس بخسارة المونديال، ولكن بأن ميسي بطل العالم، لأن كل الجنسيات سعيدة بأن ميسي فاز بكأس العالم، لأننا نتحدث عن كرة القدم، وحتى الفرنسيين إذا كانوا يشعرون بالحزن فهم سعداء من أجل ميسي. يمكن أنت في كأس العالم يعني زملت ولعبت مع واحد من أهم أساطير كرة القدم على مدار تاريخها، دييغو أرماندو مارادونا، وبالتأكيد طبعا تابعت ميسي. هل بتشوف أنه تتويج ميسي بالبطوله او بتحقيق لقب كاس العالم للارجنتين، طبعا دي لقطات من نهائي كاس عالم ايطاليا 90 جمعت بين الارجنتين والمانيا، وكسبت المانيا المباراه دي انا فاكر 1-0، هل شايف ان المقارنه ما زالت قائمه بين ميسي وبين دييغو ارماندو مارادونا، ولا ميسي استطاع انه يحسم المقارنه دي لصالحه بتتويجه ببطوله كاس العالم وهو اللقب اللي كان بينقصه؟ بالنسبة لي لا توجد أي مقارنة. في رأيي الشخصي مارادونا كان أفضل لاعب في العالم في فترتي في حقبتي، وميسي هو أفضل لاعب في العالم في الوقت الحالي وفي آخر 15 عاما هو الأفضل.
لا أرى أي ضرورة لعقد هذه المقارنة من أفضل من الآخر. بالنسبة لي كل واحد منهما كان الأفضل في حقبته، هذا بالنسبة لرأيي الشخصي. ميسي أعلن إنه البطولة دي هي البطولة الأخيرة ليه مع المنتخب الأرجنتيني. هل بتشوف إنه منتخب الأرجنتين مرحلة ما بعد ميسي هيعاني، ولا يستطيع إنه يظل واحد من أبرز المرشحين للمنافسة على كل الألقاب؟ ويمكن طبعا تحت قيادة سكالوني نجح في تحقيق كوبا أمريكا، ونجح أيضا في تحقيق بطولة كأس العالم حلم الأرجنتين. حسب ما أفهمه أن ميسي سيواصل مسيرته في المنتخب. لا أحد يعلم إذا كان سيشارك في المونديال المقبل، لأننا نتحدث عن 3 سنوات مقبلة. بالطبع ميسي، أن منتخب الأرجنتين سيفتقد لاعب مهم للغاية، هذا بطبيعة الحال. رأيك في سكالوني، ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، والنجاحات اللي قدر يحققها مع المنتخب الأرجنتيني، سواء بالتتويج بلقبين مهمين طبعا، لقب كوبا أمريكا بداية، ثم طبعا التتويج باللقب الأكبر والأهم، لقب بطولة كأس العالم. حدث معي نفس الشيء عندما جئت إلى منتخب السعودية. لم أكن أمتلك الخبرة الكافية كمدرب، وقمنا بتصفيات كانت هي الأفضل في تاريخ السعودية. أعتقد أن نفس الأمر حدث مع سكالوني، لقد جاء للمنتخب الأرجنتيني بدون خبرة سابقة، وبما أنه فاز بلقب كوبا أمريكا وبكأس العالم، فأعتقد أنه من أفضل المدربين الذي جاء. هو مدرب شاب، وأعتقد أنه يستحق أن يطلق عليه لقب الأفضل لأنه فاز بهذين اللقبين. خليني أسألك، بما أنك برضو كنت مدير فني للمنتخب السعودي، ويمكن كانت الخسارة الوحيدة اللي تعرض ليها المنتخب الأرجنتيني كانت من السعودية بنتيجة 2-1، إزاي شفت تطور الكرة السعودية؟ إزاي شفت شكل مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم؟ لقد شاهدت المنتخب بحالة جيدة للغاية. المنتخب السعودي لقد فاز على الأرجنتين. ليس من السهل أن يفوز بمباراة في كأس العالم، وبالأخص أمام منتخب مثل الأرجنتين. كنا نرى أن المنافسين لمنتخب الأرجنتين نظريا هم أقل من منتخب الأرجنتين، ولكن منتخب السعودية أثبت العكس، ولكن ونافس بشكل قوي. كنا نعتقد أنه من الصعب أنه يتخطى الدور الأول، ولكن هذا شأن المنتخبات الكبرى، فمنتخبات مثل ألمانيا وبلجيكا ودعت من الدور الأول، ولكني أعتقد أنه قدم مستوى طيب. السؤال اللي جاي ده ممكن يكون بشكل يعني أو بآخر يعني مرتبط بالكرة في الأرجنتين، اللي تعودنا يعني في أجيال كتير جدا، من بداية من جيل 78 مع كامبس طبعا ورفاقه اللي حققوا أول لقب بطولة كأس عالم، ثم جيلك أنت وجيل مارادونا وفالدانو وبروتشاجا، وبعد كده اورتيجا وخوان سيباستيان فيرون وزانيتي وجابريل باتيستوتا وغيرهم، وريكيلمي وغيرهم كتير من النجوم، في وفره كبيره جدا من اللعيبه المهره. يمكن ده مش بس على مستوى الارجنتين، لكن على مستوى العالم كله. هل تراجعت مستوى المهاره، او هل لاعب الكره الماهر الحريف ما بقاش عمله مطلوبه زي الاول؟ وبتشوف ازاي ده من خلال حتى متابعتك لبطوله كاس العالم الاخير؟ الأرجنتين تمتلك في كل الأوقات لاعبين موهوبين. الحقيقة أن هناك عديد من المدربين لم يستطيعوا أن يظهروا أفضل أو يخرجوا أفضل ما لدى اللاعبين في أجيال مختلفة. ميسي شارك في 5 بطولات كأس عالم، وإسكالوني تأهل لنهائي، قاد المنتخب لنهائي كوبا أمريكا أمام البرازيل، ولكن الأرجنتين دائما ما كان لديها لاعبين كبار. خليني أسألك يعني فيما يتعلق ببي اس جي، بما أنك كنت واحد من نجوم طبعا بي اس جي،
والنهارده ميسي بيلعب في نفس الفريق باريس سان جيرمان، هل شايف انه تحقيق لقب كاس العالم هيخفف من الضغوط على ليو ميسي ويخلي فيه فرصه للفريق الفرنسي السنه دي في تحقيق لقب بطوله الشامبيونز ليج، ولا تعتقد ان الفرصه صعبه؟ ميسي دائما هو الأفضل في العالم على مدار 15 عام، ولهذا لا أعتقد أن هناك ضغط على اللاعب. بالطبع باريس سان جيرمان يريد الفوز بلقب دوري الأبطال لأنه يمتلك ميسي ويمتلك كيليان مبابي، وأعتقد أن هدف إدارة باريس سان جيرمان هو إخراج أفضل ما لدى اللاعبين لكي يتوجوا بلقب دوري الأبطال، ولهذا أعتقد أن لأنه يمتلك لاعبين كبار فيجب أن يفوز بلقب دوري الأبطال. زي ما بدأت معاك بالكلام على تيشيرت منتخب الأرجنتين اللي يعني اللي أنت لعبت بيهم أو مثلت منتخب الأرجنتين بيهم، ظهر معايا في الكادر يمكن اللي على شمال التيشيرت الزرقاء بتاعت منتخب الأرجنتين، أعتقد دي التيشيرت بتاعت فريق باريس سان جيرمان، لكن الغريب بالنسبة لي التيشيرت البرازيل وتيشيرت حمراء جنبها، مش قادر أعرف هي تيشيرت إيه. هذا هو قميص ألمانيا في نهائي 90 في إيطاليا وإيطاليا، وهذا قميص فريق إنديبندينتي الأرجنتيني وبجوار ريسينج الأرجنتيني وريال بيتيس وباريس سان جيرمان، كل الفرق التي لعبت لها. جابرييل كالديرون بشكرك شكرا جزيلا، ببارك لك مره ثانيه على تتويج الارجنتين ببطوله كاس العالم، ودايما الحقيقه يمكن جزء كبير جدا من جماهير الكره في مصر هنا بيعشق التانجو الارجنتيني، يعشق ميسي ويعشق دييغو ارماندو مارادونا، وجابرييل كالديرون واحد من اهم النجوم طبعا اللي شفناهم في الملاعب. اشكركم، اشكر حضراتكم على هذه الاستضافه، وتحياتي بشكل خاص لجماهير الاهلي في القاهره، وانا معجب للغايه باهرامات الجيزه، اتشرف للغايه بوجودي معكم. بشكرك شكرا جزيلا، الشرف لينا، وطبعا دعوتك لزياره مصر وزياره الاهرامات طبعا دعوه مفتوحه، يشرفنا النجوم واحد من نجوم المنتخب الارجنتيني يزوروا في مصر، يزورونا هنا في مصر، ولو يسعدنا طبعا ويشرفنا انك تكون موجود معنا على الهواء هنا على شاشه الاهلي في السادسه، ده شيء يسعدنا ويشرفنا جدا. بشكرك طبعا نجم الارجنتين في مونديال 90 واحد من نجوم بي اس جي والمدير الفني السابق للمنتخب السعودي جابرييل كالديرون.